هيئات القطاع مصلحة السجون جهدا بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مجال استغلال ديون الغارمين وذلك من خلال إمدادهم بأسماء وبيان الغارمين من وزراء السجون والدائمين ليتسنى اتخاذ إجراءات سداد تلك الديون وإصدار قرار من النيابة العامة بوقت التنفيذ. من طلعت وزارة الداخلية بقضاء مباشر بفعاليات مبادرة إفران عن وزراء السجون الغارمين وذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهم في التنسيق المباشر مع الدائمين حيث تم سداد مدينتهم للدائمين والتصرف في القضايا الموضعين عن جنتها وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في الإفراج عن كافة النزلاء الغارمين بالسجون كما نزل في التكافل. مبتدأ دوت كوم